هي انه دي يعني، او قبل ما نتكلم عن هذا البيان وقبل ما نتكلم عن تفاصيل ما جاء فيه، الحقيقه انا عايزه اتكلم عن امر خاص بهيئه الاستعلامات، لانه النهارده طبعا كان في خبر مهم بالتاكيد كلنا تابعناه خاص بوكاله بلومبرج. وخلينا نقول كده يعني ملخص سريع انه يعني كان وكالة بلومبرج كانت نشرت مؤخرا بعض المعلومات المغلوطة بشأن صفقة رأس الحكمة طبعا اللي بتقدر ب 35 مليار دولار، وتدخلت هيئة الاستعلامات لتصحيح المعلومات، وفعلا الوكالة تراجعت وقامت بتصحيح هذه المعلومات والأخطاء اللي وردت في هذا الخبر. كلمنا أكتر بتفاصيل يعني عن هذا الأمر أو كواليس هذا الأمر. أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام كلهم. الحقيقة ده يعني هيئة الاستعلامات طبعا عشان الناس تبقى عارفة، هي أحد وظائفها الرئيسية متابعة الإعلام الأجنبي ما ينشره عن مصر، ومش مصر بس يعني، متابعة نشر عموما في الإعلام الأجنبي وفي مراكز البحوث وفي المواقع الخاصة ببعض المنظمات الدولية، وكمان عندها اختصاص تاني ومتابعة المراسلين الأجانب داخل مصر واعتمادهم، ده يعني وظيفة رئيسية لها إضافة لأشياء أخرى داخلية. وبالتالي في متابعة ما ينشر عن مصر وعن المنطقة اكتشفنا من أول امبارح أن هناك تقرير عملته وكالة بلومبرج، وكالة بلومبرج مقرها نيويورك، دي واحدة من أكبر لن تكون أكبر الوكالات الإخبارية الاقتصادية في العالم. ونلاحظ يمكن السادة المشاهدين بيلاحظوا أنه في خلال السنة الأخيرة بيسمعوا الاسم بيتردد في معظم النشرات الأخبار سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، لأن الوكالة وكالة ضخمة ولها تأثير كبير على صنع القرار الاقتصادي سواء في دول أو في مؤسسات اقتصادية، وهي وكالة متخصصة أكثر في الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل خاص وأسواق المال طبعا. الوكالة نشرت تقرير أول امبارح من مكتبها في القاهرة، وكتبوا اثنين يعني اثنين زميلة وزميل ونشروا أسمائهم عليه التقرير. الحقيقة يعني نقدر نعتبر احنا عندنا تعبيرات بنستخدمها في قراية الإعلام الأجنبي، يعني نقول موضوعي أو منحاز أو معادي، يعني حاجات التقرير ما كانش معادي ولا كان منحاز، يعني شبه موضوعي، وبالتالي ما فيش فيه شيء يعني بيوصفه يتوقع، وكان عنوانه عنوان طبيعي يعني العنوان الأصلي للتقرير، وده يعني موجود في بياننا، بيتكلم على انه مصر لها، انا هقرب النص عشان ما بقاش بجتهد لانه التغيير تم بشكل فادح بعدها. الـ 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 انا قدام النص معلش، يعني ايه تم التغيير بشكل فادح؟ هقول لحضرتك لا مش في التقرير، التغيير تم على السوشيال ميديا بعد كده. فالتقرير بعنوان الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية، وعرض مجموعة الصفقات الإسمائية والمحتملة طبقا لاتجاه مصر لتشجيع القطاع الخاص. لغاية دلوقتي شيء الجرائد العالمية والقنوات العالمية، ودي يمكن اتكلمنا فيه مرة قبل كده أستاذ ريهام، بتبقى هي مصدر الأخبار أو التقارير، لكن وسيلة نشرها ما بقاش بس شاشتنا دي ولا الصحف، بقى وسائل التواصل الاجتماعي، فعندها عشرات الملايين طبعاً من المتابعين، لكن طبعاً وسائل التواصل عشان المشاهدين معانا مش هي اللي بتخلق الخبر، صح، مش زي الحاله اللي عندنا، لا دي وسائل اعلام رصينه بتوزع من خلال وسائل التواصل. فعندها على صفحه على الفيسبوك اربع صفحات الوكاله، المحررين اللي هناك، وده بقى الجواب اللي جالنا مش اللي في مصر، خدوا التقرير شالوا العنوان اللي قريته وكتبوا عنوان تاني خالص مصر للبيع، جملتين فقط، مصر يعني للبيع، كلمتين بالظبط بالانجليزي مصر للبيع. طبعا ده اولا غير مطابق اصلا للمضمون، يعني مفيش حاجه في المضمون تقول ده ولا حتى يشتم منه هذا، وفي نفس الوقت ده يعني من الناحيه الاخلاقيه والتحريريه شيء يعني يرقى الى مرتبه التزوير. فحصل تواصل ما بين الهيئه وبين بلومبرج، والحقيقه من اول لحظه ادركوا الخطا، والخطا بالنسبه لهم هم يعني كل الصحف الاجنبيه احنا بنتعامل معاها بطريقه معينه، ان احنا لا نطلب منهم تطبيق معاييرنا، كل وسيله اعلاميه عندها حاجه يعني كود اخلاقي، كود اوف ايثكس عندها موجود عندها وبتحاسب محررينها عليه المفروض، فاحنا طلبنا منهم اللجوء للكود الايثكس بتاعهم، ودي افضل وسيله للكلام، لانه عاده الحاجات دي بتبقى مثاليه، يعني حاجات مثاليه وهي اللي بتنظم العمل.
فالحقيقة أقروا فورا أنه هناك خطأ تم، وأنه الخطأ ده جاري يعني المحاسبة عليه عندهم داخليا، وأن اللي عمله مش مكتب القاهرة، مكتب القاهرة ليس له دخل بهذا الموضوع، وأن اللي عمله هناك اللي هو الستاف أو المجموعة من العاملين في نيويورك أو لندن ما نعرفش بدقة فين، اللي هم مسؤولين عن السوشيال ميديا. وطلبنا طبعا منهم يعني بعتولنا ده بشكل مكتوب، فجالنا ايميل موجه لرئيس هيئه الاستعلامات من سيده اسمها لورا زيلينكو، هي مسؤول الرئيس الدولي للمعايير التحريريه في بلومبرج كلها، وقالت حكت في الكلام، وقالت ان هم شالوا هذا الكلام من 4 صفحات بتوعهم على الفيسبوك، وبالتالي احنا يعني عشان من حق الراي العام المصري يعرف، نشرنا الايميل بالانجليزي وترجمته بالعربي عشان لا يرقى الى احد اي شك في اللي بيتقال، ونشرنا الوقائع كما تمت. المفارقه اللطيفه ان في بعض الناس هي علقوا هم يعني بعض الناس المصريين يعني علقوا على صفحاتهم برضو على السوشيال ميديا على العنوان اللي نزل الخطا او تزوير على السوشيال ميديا بتاعت بلومبرج، وما كلفوش خاطرهم يقروا الموضوع الاصلي، فاعتبروا العنوان ده كافي للتدليل على الخراب الذي يحل بمصر واستفاضوا. طبعا لما طلع البيان ده النهارده الحقيقه، وانا يعني بدون ذكر اسماء يعني احدهم كتب مرتين على الاقل امبارح في خلال ساعتين او ثلاث، ما كتبش لما التصحيح نزل بقى؟ لما انا بعت له مباشره بالتحديد، يعني تربطني بيه يعني علاقه قديمه. للحقيقه الراجل بعد ما وصل للتقرير مباشره خده كاملا وحطه على صفحته. طبعا ما قالش انا كنت غلطان، بس مش مشكله، انما خد تقرير الهيئه صوره الجواب اللي جاي من السيده لورا زيلينكو وحطه على صفحته.